زيارة المرأة للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. تكلمنا على هذا مرارا، أما الحديثان المانعان يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الخبر فيه ضعف ونكارة. والحديث الآخر لعن الله زوارات القبور، من العلماء من يعله بسبب رجل في إسناده لا يتحمل هذا الخبر. أرجعنا مأزورات، مأجورات ضعيف جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها في ذلك ألم يكن النبي نهى ذلك؟ قالت نهى ثم رخص لنا فيه. والنبي مر على امرأة تبكي عند القبر قال لا اتق الله واصبري.